نعود مجددا إلى تطورات الأوضاع الفلسطينية وتصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي حول تثمين دور القاهرة والرياض وعمان بشأن قضايا الحل النهائي، وكذلك الحديث حول القدس الشرقية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطينية. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نهاد أبو غوش، المحلل السياسي الفلسطيني من رام الله. سيد أبو غوش، أهلا وسهلا بحضرتك. مايك بومبيو في بدء مهام عمله كوزير الخارجية قال من العاصمة الأردنية عمان إن ما تدعى صفقة القرن ستأتي ضمن إطار إقليمي لا إطار ثنائي فلسطيني إسرائيلي. تصريح وزير الخارجية يقول إن هناك نسفا عربيا لهذه الصفقة، هل تبدو الأمور ماضية في هذا الاتجاه؟ مساء الخير. هناك محاولات بالتأكيد أمريكية حثيثة وضغوط مالية واقتصادية وسياسية على الفلسطينيين أولا وعلى الأطراف العربية ثانيا لدفعهم إلى تشجيع أو تبني أو حتى عدم معارضة صفقة القرن، لكن ربما كان الرئيس ترامب ومبعوثيه لا يدركون حقيقة ما مدلولات قضايا حساسة ذات بعد تاريخي وثقافي وروحي عميق مثل قضية القدس. ربما يتعاملون مع موضوع القدس كأرض أو عقار يمكن بيعه أو تأجيره أو مبادلته بعقار آخر دون أن يدركوا ما مدى تأثير هذا الأمر على مئات ملايين البشر، مليارات المؤمنين في العالم الذين يدركون أن قضية القدس ليست قضية أرض مساحتها 1 كيلومتر مربع. نفس الشيء يمكن أن يقال عن موضوع اللاجئين. سمعنا أن هناك ضغوط شديدة على الدول المستضيفة للاجئين لشطب خدمات وكالة الغوث الأونروا وتحويل الدعم الذي كان يقدم لهذه الوكالة إلى الدول المستضيفة، لكن أيضا هم هنا لا يدركون حساسية هذا الموضوع مع الدول العربية وبالأخص لبنان وسوريا والأردن. بالتالي يعني محاولة فرض هذا الحل الذي يصفي كل الحقوق الوطنية وبما فيها قضية القدس وقضية اللاجئين وتثبيت المستوطنات ومنع يعني قيام دولة فلسطينية في المستقبل، بمناسبة هذا الأمر الموقف العربي إزاء كل هذه التطورات وتحديدا قضايا الحل النهائي، السيد صائب عريقات قالها في مرتين متتاليتين إنه عند تلقيه العلاج أو إجرائه العملية الجراحية في الولايات المتحدة أتاه جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي يقول إنه كلما التقى قائدا عربيا أو ممثلا عربيا وزير خارجية مثلا إنما يقر إقرارا يقينيا بأنه لا مجال لأي تفاوض عربي لا على قضايا الحل النهائي ولا على قضية القدس الشرقية، ربما كان ذلك قبل إعلان الرئيس الأمريكي قراره بشأن القدس. وهناك تصريح مايك بومبيو يقول إن هذه الصفقة يتعين إبرامها في إطار إقليمي. هذان موقفان يبدوان على درجة من التناقض، كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟ هو الحديث عن حل إقليمي هذا هو الموقف الإسرائيلي الذي طرحه نتنياهو قبل حوالي 3 سنوات ثم عاد ليتبناه ترامب، لكن العرب لديهم مبادرة سلام عربية معلنة واضحة اعتمدت أيضا من قبل الهيئات الدولية وبالأخص الجمعية العامة للأمم المتحدة كأحد مرجعيات عملية السلام، وبالتالي لم يحدث شيء يدفع العرب إلى التراجع عن هذا الحل. كل الدول العربية حتى الآن متمسكة بموقفها الدائم لفكرة قيام سلام على أساس الانسحاب الشامل لإسرائيل من جميع الأراضي المحتلة وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس. هذا الأمر لم يتغير. ربما يحاول ترامب وإدارته أن يتسربوا من خلال الخلافات العربية أو من خلال التناقضات والتباينات التي تنشأ بين المحيط العربي والإقليمي، لكن لا أعتقد أن هذا قد يصل إلى درجة المساس بالثوابت وبالمسائل ذات الأهمية الجوهرية وذات الطابع الحساس والمقدس لدى العرب والمسلمين. نحن نعلم أن مصر لديها رؤيتها وهي تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أيضا يعني تخص الأمن القومي المصري، وبالتالي لن تسمح على الإطلاق بحل إسرائيلي يصفي القضية الفلسطينية و يعني يتداخل يتعامل مع الموضوع غزة. طيب لماذا سيد نهاد يعني القضية المرتبطة بالقدس مثلا دونالد ترامب قال إنه كان يتعين إزاحتها من على طاولة المفاوضات من أجل منح الفرصة للطرفين، هكذا قال أو هذه هي ما تبدو قناعته، لماذا والمسألة كانت بعد إذنك المسألة كانت مرتبطة برفض ليس عربي فقط وإنما ما يشبه الرفض الدولي من العالم بأسره رفض هذه القضية والقرار أحاد الجانب من قبل واشنطن، ما الذي يجعل واشنطن هذه المرة ماضية قدما في محاولة حشد صخب أو زخم إقليمي ما محيط بهذه القضية إذا كان يمكنها أن تمضي وحيدة هي ودولة الاحتلال؟ هذا أمر مستحيل، يعني هو أعلن ذلك عبر تغريدة وليس عبر تصريحات رسمية أو
في حوارات مع الأطراف المعنية أعلن ذلك على تويتر أنه قد شفط قضية القدس ولم يعد ثمه ما يمكن البحث فيه. وايضا اكد لا هو نطقها بفمه. هو قال كان من الضروري ازاحه قضيه القدس، كان هذا بعد اعلان قرار في ديسمبر. نعم، اول ما اعلن عن شطب قضيه القدس كانت عبر تغريده، وهذا امر فيه درجه من الخفه التي لا يعقل. يعني كل الرؤساء الامريكان اكثر من 12 رئيس امريكي تعاقبوا على القضيه الفلسطينيه، ولم يجرؤ احد منهم على مخالفه القانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله. الرئيس ترامب فعلها، ربما هو منتشي بالقوة التي يحس بها، وربما أيضا لديه يعني من التقدير المبالغ فيه لقدرة القوة الإسرائيلية على حسم الأمور، لكن بالتأكيد التاريخ لا يسير كذلك. الوقائع على الأرض أقوى من أن تفرض يعني مثل هذه الحلول عنوة وضد إرادة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ودول المنطقة والعالم بأسره. العالم سيحس بالخطر الشديد إذا مضى ترامب بهذه الخطة، لأن هذا يعني تغليب منطق شريعة الغاب بكل الأزمات العالمية. هي مشرعة أصلا يعني سيد أبو غوش، هي شريعة الغاب هذه مشرعة أصلا وعلى أساسها قامت هذه الدولة. لكن لو سمحت لي، جاريد كوشنر هو يقال تقريبا بأن الجزء الأكبر والركن الركين من مهام عمله في الإدارة الأمريكية هو هندسة هذه الصفقة ومحاولة وضع حل شامل من وجهة نظر الإدارة الأمريكية لهذه المعضلة الأزلية. زيارة الرجل في هذه الأثناء لهذه الدول لم تكن ليقضي الرجل مثلا أجازة صيفية، إنما هو يأتي ربما لمحاولة ضخ الدماء في شرايين هذه الأزمة. ما الذي خرج به جاريد كوشنر؟ أعتقد يعني كوشنر وأيضا جرينبلات والسفير الأمريكي في إسرائيل كلهم يعتبروا من اللوبي الصهيوني النفوذ الكبير في الإدارة الأمريكية، وهم يتبنون الموقف الإسرائيلي حرفيا، ولا أعتقد أنهم سيخرجون بشيء سوى محاولة اللعب على التناقضات العربية العربية والعربية الإقليمية، وفي محاولة لإغراء الناس بالحلول الاقتصادية والرفاهية الاقتصادية بديلا عن القضايا الوطنية. هم يريدون أن يقايضوا الشعب الفلسطيني على سبيل المثال حريته وكرامته ببعض الانفراج الاقتصادي. نعم. كذلك هناك إغراءات مالية ربما للأردن ولبنان، وحتى سمعنا أنهم أيضا قالوا أن مصر ستستفيد. يعني اليوم في مقابلة مع كوشنر في جريدة القدس قال أن يعني بحبوحة الرخاء الاقتصادي أيضا ستصل إلى مصر. لا أعتقد أن أحد يعني التاريخ وحده يشهد على ما بذل بالمال. التاريخ وحده سيد نهاد يشهد على ما بذلته مصر، ليس فقط من بعض المثالب الاقتصادية، لكنها فقدت من دماء أبنائها وشعبها شيئا كثيرا في سبيل القضية الفلسطينية. سمعنا ذلك بالفعل في لقاء مع صحيفة القدس كما أشرت، بحبوحة اقتصادية منتظرة لمن شاء أن يسير في ركاب هذه الصفقة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نهاد أبو غوش المحلل السياسي الفلسطيني منضما إلينا عبر الهاتف من رام الله.